كذلك تم التعبير على الاعتزاز ديالنا كون اليوم كان أول اجتماع ديال المجلس، وخلال هذا الاجتماع تم التهنئة ديال العضوات والأعضاء بالثقة اللي حظوا بها في هذه التعيينات، وكذلك بالارتياح التركيبة ديال هذه الهيئة من كفاءات جد عالية واللي عندها سمعة يعني معروفة في على الصعيد الوطني وأكثر من ذلك على الصعيد الدولي. فكذلك أكدنا على الارتياح ديالنا والاعتزاز بأن مؤسستنا كيتم فيها تحقيق المناصفة ما بين النساء والرجال في هذه التركيبة ديال المجلس. من بعد هذا الافتتاح تم عرض ديال المنجزات الهيئة خلال الفترة الانتقالية، واللي كتمثل 34 موضوع وتقرير اللي تم المعالجة ديالهم ونشر تقارير وآراء بشأنهم، وهذه التقارير كتشمل أزيد من 1000 توصية، وبالتالي فكاين مادة خام كثيرة ويعني قوية لتحقيق الانتقال نحو حقبة جديدة لمكافحة الفساد. بالطبع الكم ماشي هو الأساس، ولكن اللي يمكن نأكدوا عليه هي أن هاد التوصيات وهاد الاقتراحات كتنبثق من واحد الرؤية شاملة ودقيقة بأهداف محددة، واللي كتوزع على مجموعة ديال المحاور في التقائية وفي واحد المفصلية ما بين جميع المحاور. من بعد هذا العرض تم نقاش والمصادقة أولا على الهوية البصرية الجديدة ديال الهيئة، وكذلك تمت المصادقة على الاتفاقية اللي غيتم توقيع ديالها مع وزارة الخارجية والتعاون في إطار تنسيق ديال العمل المملكة المغربية على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الفساد.